السلام عليكم. زار والي ولاية جيجل المشروع نتاع المجلس الولائي الجديد في مدينة جيجل، واللي كان مهمل لعدة سنوات. الآن فيه انطلاقة نتاع الأشغال نتاع الإتمام، يعني التغليفات الخارجية والتجهيز نتاع هذا المقر الجديد لولاية جيجل. إذا نترككم تتابعون وتتعرفون على الشكل الهندسي نتاعو ونسبة تقدم الأشغال فيه. إذا نترككم تتابعون، السلام عليكم. Thank you.